وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من أبو ظبي القاضي حاتم فؤاد علي، مدير المكتب الإقليمي للأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة لدول الخليج العربي. أهلا بك سعادة القاضي في نشرة الثالثة. من خلال موقعكم، كيف تقيمون تجربة مملكة البحرين في مواجهة تحدي المخدرات؟ شكرا جزيلا لك وللسيدات والسادة المشاهدين على تسليط الضوء على تحدي المخدرات الذي تحتفل منظمتنا به سنويا لتحفيز الدول على شحذ الهمم وتضافر الجهود زي ما تفضلتي وقلتي في تقريرك المجتمعية والحكومية لمواجهة تحدي المخدرات. في الحقيقة نحن نثمن جدا تجربة مملكة البحرين في مكافحة المخدرات والوقاية منها. لدينا شراكة ممتدة وطويلة مع الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية باعتبارها المنفذ لاتفاقية الشراكة التي تفضل بتوقيعها معالي الفريق الركن الشيخ راشد الخليفة وزير الداخلية، بحسبانه أيضا رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات. امتدت على مدار أعوام وأعوام، وتم من خلال هذه الشراكة وضع الاتفاقية، وضع الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات والوقاية منها وفقا لأرقى معايير الدولية للأمم المتحدة. وتم تقديم الخطة الوطنية لمملكة البحرين باعتبارها نموذجا متوازنا للاستراتيجيات والسياسات الوطنية لمواجهة تحدي المخدرات، سواء في سبل المكافحة أو في سبل التوعية والوقاية أو في سبل العلاج والتعامل مع مدمني المخدرات. وشارك كوادر وزارة الداخلية في نقل هذه التجربة إلى العديد من دول المنطقة من خلال برامج الأمم المتحدة. في الحقيقة أيضا تشرفنا هذا العام بالمشاركة في إعداد وإطلاق الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في دورتها الثانية لمدة 5 سنوات. تفضل بإطلاقها معالي وزير الداخلية رئيس اللجنة الوطنية، وبمشاركة أصحاب المعالي والسعادة وزراء العدل والشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية والإعلام، وهم أعضاء اللجنة الوطنية التي تعتبر الإدارة العامة للمباحث الجنائية الأمانة الفنية لها. يعد كل هذا في الحقيقة جهود نثمنها ونقدرها في الأمم المتحدة تبذلها المملكة ليس فقط لمواجهة التحدي على المستوى الوطني، ولكن لمعاونة الأمم المتحدة في مواجهة هذا التحدي على المستوى الإقليمي. نعم، من أبو ظبي القاضي حاتم فؤاد علي، مدير المكتب الإقليمي للأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة لدول الخليج العربية، شكرا جزيلا لك.